ويبقي تشيلي في البطولة وهي التي كانت مهددة بالخروج منها. بالطبع هدفان لهدف لتشيلي أمام بوليفيا بعد مباراة يمكن أن نصفها بالمثيرة خاصة في دقائقها الأخيرة. تشيلي تتنفس السعداء وتشيلي تعود من جديد بعد خسارة أولى أمام الأرجنتين. لا بأس نذكر بالأهداف الثلاثة لهذه المباراة. أرتورو فيدال افتتح التسجيل في الدقيقة 46 لتشيلي، بعد ذلك كامبوس البديل من ركلة حرة مباشرة يدرك التعادل لبوليفيا في سيناريو مثير للغاية، كان ذلك في الدقيقة 61، وركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. فيدال يتحمل مسؤولية تسديد ركلة الجزاء ويهدي تشيلي ثلاث نقاط ثمينة في هذه المجموعة الرابعة. نذكر بالترتيب المؤقت في انتظار الأرجنتين بنما، ثلاث نقاط للأرجنتين.